un match très compliqué. Après, on a une vraie attaque, on a fait un très bon résultat contre les USA. Je pense qu'ils ne feront pas peur. Aujourd'hui, 67 000 spectateurs d'Imam Gharib, on va les pousser, on sera le 12e homme, 13e homme, on fera tout. Ils ne gagneront pas, ils ne sortiront pas du stade, les Espagnols, avec la victoire. Voilà, les Marocains, on va gagner. Défensivement, on sera là. Offensivement, on a marqué des buts, on a fait les choses. Une victoire 2-1, une grande victoire, Inch'Allah, de Maghreb. On va les faire, les Espagnols. On va s'occuper d'eux, Inch'Allah. Moi, je dirais 1-0 pour le Maroc, Inch'Allah, pourquoi pas. Parce que l'équipe, elle est quand même assez puissante, assez forte. Et on leur fait confiance, et surtout à Hakimi, le chef d'équipe. Et on croise les doigts, voilà. Je pense qu'on joue le 1, Inch'Allah, Rani de Karafso Tiani, les deux meilleures équipes des JO pour le moment. اليوم اليوم خرجنا من الخدمة على قبل هذا الماتش راه اليوم المغرب ما ربحاتش لعيبة المهم فرحانين بزاف بغينا نتفرجوا في حكيمي منير زلزولي بغينا ما كرهناش المغرب تربح ان شاء الله و ديما مغرب اليوم الماتش يعني شوف كنتوقع اليوم الماتش غنقلبوا ان شاء الله شي جوج نصيرو غنحيحوا ان شاء الله واحد جوج نزيرو ان شاء الله المغرب ومشي للفينال لعبوا ضد فرنسا ان شاء الله الميداليه نجيبوا ميداليه ميداي دوغ حنا بحال السباع ديما المغرب جوج لواحد ان شاء الله لصالح المغرب 3-0 هذا بالفرنسيس كيفاش جاكم الاجواء دابا غزاله غزاله تبوش اللحم بكيت انايا غير شفت هذا الشيء جاتني البكيه والله العظيم هذا الشيء ما عمرني انا ما عشته اللي كترمز البلاد ديالنا ها هي اخوتي ونتمنى ان شاء الله الفوز المنتخب المغربي ان شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله 2-0 ان شاء الله مي ان توكا لا فيكتوار بور المغرب ان شاء الله لا فيكتوار بور المغرب حتى انا نقول 2-0 مي لا فيكتوار بور المغرب وي لا فيكتوار بور المغرب ان شاء الله ديما مغرب 2-0 علي حكيمي صراحه عندي جوج ديال زعما كاينين دو برونوستيك جينيرالمون يا غادي نضربهم بشي 3-0 يا غنطيحوا معاهم بيلانتيات انا تنقول هادو هما لي بروبوزيسيون زعما لي زيبوتيز كاع اللي يقدروا يكونوا وبيان سور كيف ما كتشوفوا تبارك الله الدراري اللي كاينين دابا ما شاء الله راه دراري تيقصروا مزيان ودي جون تبارك الله عندنا الدراري ما تيتخلعوش من كارو 18 دونك تنقول باللي ان شاء الله كيف قلت لك كاين واحد البورسونتاج كبير ديالنا نضربوهم بشي 3-0 ان شاء الله غادي لنا المباراه 1-0 ان شاء الله كتشوف القوه ديال المنتخب الوطني في طريق السكيسيوي طارق سكيسيوي هو القوة ديال المنتخب الوطني لا فيكتوار دو ماروك ان شاء الله لا فيكتوار دو ماروك 4-0 نالي 3-2 علي 3-2 انا عندي 2-0 ان شاء الله وهذا العام عندنا الفينال ان شاء الله يكون اخر مو جو فيكتوار علي فاسيل 2-0 ديال المغرب 2-0